في مشروع مشروع بيان حول الاعتداءات التي حدثت في عدن اليوم. وأنا أعتقد هذه رسالة هي بمثابة رسالة يوجهها المؤتمر بمسؤولية لكل أجهزة الدولة ولكل وللآخرين، أنه في الوقت الذي ينعقد فيه مؤتمر الحوار على الجميع أن يتخلى عن العنف. لابد أن يحاط هذا العمل الوطني الكبير ببيئة مناسبة، بمناخ مناسب. أولا على الدولة أن تتخلى عن العنف على الأجهزة أيا كان، وأن تواجه الاحتجاجات الشعبية السلمية على الأقل، يعني بما ينسجم مع هذا المتاح الآن اللي هو الحوار الوطني وإلى آخر. ولذلك نعتبر هذه بمثابة رسالة للجميع، رسالة لأجهزة الدولة ورسالة للجميع يدين مؤتمر الحوار الوطني. الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة وقوات الأمن المركزي في عدن ضد أفراد ومجموعات من المتظاهرين السلميين في مدينة عدن، والتي نتج عنها 3 جرحى منهم امرأة صباح اليوم 27 مارس 2013. وقد طالب مؤتمر الحوار في جلسته اليوم الأربعاء التي رأسها الأخ أحمد بن فريد الصريمة عن مكون الحرك، طالب وزير الدفاع والداخلية تقديم تقرير تفصيلي للمؤتمر عن تلك الاعتداءات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. نعم، أيوه.